المرة اللي فاتت على الفرق بين اللي هي الهيم ايرن اللي هو المصادر الحيوانية للحديد، والامتصاص منها بيكون مناسب من 15 ل 35%، بينما ينخفض الامتصاص من النباتات كمصادر حيوانية إلى 2% إلى 20%. إذا الدعايات اللي بتطلع تقول على النباتات سواء كان أشهرها السبانخ، الحلبة، العسل الأسود، اللبن ككوباية لبن كمصدر للحديد غير كافية لعلاج الأنيميا وغير كافية لإمداد الجسم بالحديد، لأن الامتصاص منها غير كافي بينخفض الاثنين ل 20%. النهارده هنتكلم على المصادر النباتية للحديد اللي هي حلوة وجميلة وناخدها من غير ما يحصل تراكم للحديد، ولكن نسبة امتصاص الحديد منها قليل منقدرش نعتمد عليها على علاج الأنيميا. لو جينا نشوف مراحل البقوليات، والحقيقة البقوليات والمصادر اللي بتحتوي على العديد من الكثير من الحديد بالإضافة للألياف وحمض الفوليك والفوسفور والبوتاسيوم والمنجنيز، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى. من أبرز البقوليات المحتوية على الحديد الفاصوليا والبازلاء والعدس والتوت وفول الصين. نمرة 2 مكسرات والبذور. وتعد مكسرات والبذور من المصادر الجيدة للحديد، حيث إنها بتحتوي على مركبات نباتية مفيدة وكثير من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وتشمل المكسرات والبذور بذور اليقطين وبذور السمسم وبذور الكتان والكاجو والصنوبر وزبدة الجوز. نمرة 3 الخضروات من مصادر الحديد النباتية اللي هي برضه النون هيم اير، اللي بيمتص منها الحديد بنسبة منخفضة عن الهيم اير. الخضروات انها غالبا ما تحتوي على نسبه عاليه من الحديد، ويستطيع الجسم امتصاصه بسهوله، كما تحتوي بعض الخضروات على فيتامين دي اللي يساعد على امتصاص الحديد بشكل افضل. من ابرز هذه الخضروات الورقيه زي السبانخ واللفت والكروم والبروكلي والملفوف والطماطم والبطاطا. الفواكه نمرة 4، من المدهش أن بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الحديد بالإضافة لتوفير العديد من العناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة. تشمل الفواكه عصير البرقوق والتوت والفواكه المجففة مثل المشمش المجفف. نمرة 5 الحبوب الكاملة، تحتوي بعض الحبوب الكاملة على الحديد بالإضافة للألياف والفيتامينات والمعادن. من أبرز مصادر الحبوب الكاملة القطيفة والشوفان والكينوا. نمرة 6 مصادر نباتية أخرى للحديد، وتحتوي بعض المصادر الأخرى على نسبة عالية من الحديد والنحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين B6 زي حليب جوز الهند والزعتر المجفف. لو جينا نشوف نمرة 7 الحلبة، وهي برضو بتحتوي على الحديد بس هو برضو نون هيم اير، ونسبة امتصاص الحديد منه هتكون قليلة. نتكلم المرة الجاية على طرق زيادة امتصاص الحديد من المصادر النباتية.